شد صباع شد يد كامله. هذه كانت تعكنينه الكبيره. لا ما تبدلتش. عازب ولا عارس كيف كيف. زوي السعاده بتبيته هو. قبل يعرسوا ب 100 تلته ويعرسوا ب 40 مليون. هل انه القفص الذهبي مازال قفص ذهبي والا صدد؟ تبيع مازال قفص ذهبي انت والحياه انت والعيشه انت والمراه وراسك كيفاش عايشين. كي نسالك ونقول لك اعطيني ميزه من مميزات الزواج شنو تقول لي؟ الزواج باش نعرف شي منك نص دينه باش يجيبك الصغار باش برشا حكايات باش يلم روحه باش يبعد على برشا حاجات باش يكونك الاسره باش يجيب لمطه وذكر باش فما برشا حاجات. العرس بدلك؟ يقولوا العرس يبدل، هل انه العرس بدلك والا ليه؟ كانت فيك تبيع اخرى تبدلت بعد العرس؟ لا ما تبدلتش. والله انا عازب ولا عارس كيف كيف. نفس العيشه هي بيدها. نفس العيشه هي بيدها. يقولوا زاد العرس انه هو يبعد على الفساد، صحيحه والا ليه؟ موجود صحيح. فاما اللي يبدا داخل في حيط. والرجل داخل في حيط والمراه داخله في حيط، موجود. موجود ذاك مع عرس ولطف، اما اللي يبدا مع عرس مريق من غير مشاكل. يعني هنا نقولوا من مميزات الزواج اللي هي شنو؟ الزواج سعاده بطبيعته هو. هو زوج عارس باش يستقر باش يعمل دار باش يعمل اسره. فهمت؟ باش يبعد على برشا حاجات باش مثلا باش ما ياكلش لبرا باش ما يباتش لبرا باش فهمت؟ برشا حاجات موجوده فيه الزواج فيه الصفات الكل. هل انه تويكا الزواج كيما تو كيما قبل مع الشباب اللي احنا فيه تويكا؟ ايه قبل يعرسوا ب 100 تلته ويعرسوا ب 40 مليون. قبل حتى بجيب عجل ليلة الحنة بجيبه ب 100 ألف تو ب 5 ملايين ب 6 ملايين، العرس تو تطلب عليه كل شيء تو، دار ودنيا وذهبات و 40 مليون ما يعرسوش تو، بينما ترجع قبل ليلتها قبل الخير من تو، وقبل أرحم وخير وتبدا حتى مرا مسطولة وطفلة مسطولة ودنيا أخرى. تو اللطف هكا تشوفه. شنو اللي صاير تو؟ تو ينجم حتى بالشارع. يهزها ويعرس يكتب تعدى البلديه يكتب ويعرس هذا كامل احتراماتي لبنات العائلات. اي اما مش عيب انه هو يعرس بهيك يمشي للبلديه ويكتب زي قدام ربي وشرع ربي ومش عيب. شرع ربي وما فما زاد اهل عندك اهل وفاميليا. ممكن يكونوا الاهل والفاميليا مش موافقين. هذيك التعكنينه الكبيره. حتى تقدم توخر، تجي تقدم توخر، قد امك وابوك ما مش راضيين عليك. تجي تقدم توخر وانت والمراه يكذب عليك. حسب رايك انت شنو لازم تكون المميزات والا المواصفات نتاع الكنه باش عائله الراجل يقبلوها؟ كيفاش لازم تكون الكنه؟ كنا تبدا بنت عائله، بنت اصل تعيش مع العائله اللي هي معاهم، ما تعملش العرك ما تعملش مشاكل، ولم زاد ام الراجل زاد لازم تكون باهيه ساعات فما زاد كنه تبدا مظلومه بار اكزومبل. مثلا ما يعطيوهاش يعطيوها بيت ولا حاجه ولا يستحقروها فهمت؟ هي الكنه كي تدخل معاهم صحيح اللي شد صباع شد يد كامله تسمى من العائله هذيك. صحيح ولا؟ صحيح. شو نقول لك؟ وربي يهني كل واحد. امين يا ربي يعطيك صحة. عايشك.